هلو. اهلا مايا، ما تخزيني بعدنا عم بيع لحمه. ما تعتلى عيني، اعطينا شي شقفه، اعطينا شي شقفه. شرفتوا معلي. لحمه بناكل لحمه، بس هو عم يبيع لحمه تسعينات وثلاثه. يا الله مايا، يلي بتابعك على مواقع التواصل الاجتماعي دايما بشوف ضحك وسعاده وموسيقى، هذا الشيء حقيقه عن جد؟ او بس يلي بده يطلع على السوشيال ميديا مجبور يكون هيك؟ او ايش بتقول لكم؟ مساء الخير وتحيه لكل مشاهدين رمضان كريم. انا هيك من انا وصغيره، من ايام ستار اكاديمي كل العالم بتعرفني، ودايما جرب على السوشيال ميديا بين هيدا الشيء، لانه العالم بدها هيك فرحه وبدها سعاده. يعني بكفي. قد ايه غير لك حياتك السوشيال ميديا؟ قد ايه غير لك حياتك؟ انا من اول ما بلشت بداياتي كمايا نعمه بالفن كنت 24 hours على ستار اكاديمي. شو هاد؟ ما بتطبخي، ما بتعملي، ما بتعزلي، بس بتعملي بس على السوشيال ميديا. معوده على السوشيال ميديا، يعني من ستار اكاديمي العالم معودين يناموا علينا، يو علينا. كيف غنوا بالاكاديمي، فوقتها بلش فيسبوك وانستا وتيك توك، كفينا هيدا الشيء، وحبيت كل الفانز هيك يلحقوني ليحسوا بايام ستار اكاديمي، كلهم بحنوا للايام الحلوه. جاني كنت تتابع ستار اكاديمي؟ طبعا اكيد. كنت تتابع هالبرامج؟ هلا ايه، ليش لا؟ يعني اجت فتره كثير العالم كلها كانت عم تحب هي البرامج، كانت من يعني كان اول ظاهره. ايه كان كثير العالم يعني كلها تقعد، بالعكس اول ما طلع ستار اكاديمي و صح. كلهم كل ايه كل هالبرامج وأرب ايدل، العالم كلها كانت تجتمع على هاي البرامج. كان شيء جديد يعني، عم يشوفوا حدا كل حياته كانت كيف بياكل وبيشرب. كنت من اوقات انك بتشاركي تفاصيل حياتك مع الناس؟ تعودت وقت الواحد يكون متصالح مع حاله، تاني ما بيخبي شيء، يعني خلص، يعني انا بعرف انه اللي عم فرجيه شيء حلو، كله ارت، ان كان بالرقص، بالغنى، بالطبخ، شو عم بعمل، بتمرن. فما في شيء خبي، فحياتي هيك. طيب وكيف بتتعاملي مع الانتقاد، او خاصه الناس هدول اللي دائما بجرحوا برايهم وبتعليقاتهم؟ دائما في عالم منا راضي. ليه؟ طيب عن جد خسائري هذا الشيء. فالواحد ما لازم يعيش ليرضي العالم ويقرا شو كتب لي، بالعكس عيشوا كفوا حياتكم، دائما شو ما عملتوا ان شاء الله جيب دايموندز واعملهم بالاستوديو وزينهم، في عالم رح تقول اوفر، فما يعني بسمعهم من هون وبكبهم من ثاني. جاني طيب انت كثير حدا، يعني كل الناس تقريبا بيقولوا انت سوبر جدلي، يعني على مواقع على مواقع التواصل هي جديدة بقى. ايه انه لانه انت عندك اشياء كثير بتعملي، شو اسمه، من دعايات لكولابوريشن بتمثلي، يعني دائما حديث الناس جريئة. حدا جريء اذا حدا انتقدك، ايه كيف بيكون رايك؟ هلا عادي ليك، هلا في فرق بين النقد والانتقاد الجارح، يعني هلا انه انا يعني بتقبل النقد بكل يعني اريحيه، لانه الجارح كمان؟ لا، النقد العادي بالعكس. هلا انت وقت تقول لي والله شعراتك يا جني ما حلوين هيك، وقت كانوا مثلا الشقر كانوا احلى، فهذا نقد يعني شيء انا بتقبله، اوكي هذا اول شيء رايك، وثاني شيء بس وقت الناس بتصير يعني بتاذي بكلامها او بتجرح بك، اكيد انا اللي يعني التنمر اكيد ما حدا بيتقبله اليوم، وما بتقبله بس مشان يعني بتقبله كمان أكيد. مشان بنتي، لانه باخذ بالمستقبل انه اليوم ممكن مثلا تفوت هي وتقرا شو عم يكتبوا عن امه، وممكن يكتبوا عنا، فهذا الشيء اكيد انا ما بتقبله. بتواجهي يعني؟ يعني هلا اكيد بواجه. هلا اذا زاد في ناس ما بترد، في فنانين ما بردوا. هلا انا في شيء ما برد، بس في شيء وقت بدي رد برد. برافو. برد. برافو، ردي لقلك برافو. برافو يا بنتي. يعني مثل اي تعليق بتردي؟ لا يعني هلا هالقد بيستفزك؟ لا هلا في تعليقات كثير بتستفز، لدرجه انه مثلا وقت واحد لازم يكون صارم، يعني حد معه صح. صارم صح. انا ماكسيموم بعمل بلوك. بتعملي بلوك؟ ريحي راسي، لا يقدر يشوفك ولا يعرف شيء عنك. طب مايا، لما فتت على عالم كمال الاجسام، برايك انت الناس انصدموا لانه ما كانوا متوقعين منك، او لانه بطبيعتنا نحن ما بنتقبل التغيير؟ واو، كل ما اطلع بتغزل بحالي. بتعرفي انا ما بلومهم، لانه بعالمنا العربي منهم بعد متعودين على هذا النوع من الرياضه، فاكيد شافوا شيء بوم يعني كمال اجسام وبنت ومع ماسلز، بس انا كنت عم فوت ليفل عالمي. حدا بيسترجي يلطش عليك او بتفكي له رقبته؟ بتفكر له رقبته. لا عندي ماي بيبي شربل. شربل، تحيه لجوزي، تحيه لجوزي، بفك له رقبته. مايا فما بلومهم،
لهم يعني بقى ما كانوا بيعرفوا هيدي الرياضه وشافوا شيء واو وشافوا شيء ضاعوا ما عرفوا شو يقولوا، بس هيدي رياضه كثير محترمه كثير ليفل عالي. رحت على بطوله عالميه وربحتها من اول مره بميامي، اول لبنانيه بتوصل لهيدا اللقب. سو بالعكس بالنسبه لي يعني هلا تنوروا على الفكره، ثاني بطوله تعودوا وقت تابعوني ثاني سنه وربحتها، بالعكس تعودوا على الفكره. و طب بدك تقولي لي هلا ما بيطلع على بالك مثلا كنافه كريسبي لوح شوكولا هيدا الشيبس اللي محطوط؟ هلا ما تجربينا هلا طب اكلنا كلنا شوكولا الا انت علي شربه مين طيب شوكولا جاني اكلتيها؟ انا ما اكلت شوكولا. ما اخذت الشوكولا؟ ما اكلتي؟ انا بس اخذت كادو منك ذكرى، هلا بدي حتى بالبراد فور ايفر. شو عم تحكي؟ انا بس رح امضي لك هلا. انا الشوكولا بالنسبه لي شوفينج، بس شوفينج بس بلا ما اكل بلا ما اكل. انا شم، انا بشم هيك تقطع حد. طب وشو وضعك بالاكل؟ بدك كثير؟ نو ميرسي. يعني ما انه ما باكل، اكيد باكل، بس انه يعني كثير يعني كمان بتنتبهي اكيد طبعا. طيب هو التوازن كثير حلو، يعني انا مش انه بحرم حالي من كل شيء، مره بالجمعه اذا على بالي شيء هيك فود فور ذا سول يعني للروح. شو هو شو هيك هو اللي بيطلع على بالك؟ سوشي. سوشي لحظه برجر. سوشي على بالي كل واحد بياكلها يا مايا. خيارة. شو رح شو خروف؟ بدك شوكولا؟ بتعرفوا وقت تشوفوا نتائج حلوه بجسمكم انت اذا تقلت بتكلي ورقه خس. صح ورق عنب ورق عنب بتكون عم بتجن مايا اكلت خسه. وقت تشوفوا نتيجه حلوه بجسمكم، انا وصلت لبادي فات كثير واطي، شفت جسمي كثير حلو وتعبت له يعني بالاكل، تسعة اشهر تمرين، كان عندي ستريكت هيك نظام منه ضايق. لا منه تعب منه تعب، لانه نحن انا ما رحت للدايت هيك دغري قطعت كل شيء، عودت جسمي، جسمي بطل بحاجه للقصص الارتفيشال. انا بس قادر اعمل دايت، العزايم ورا بعدها بتجيني، عزيمه عشاء هون وعزيمه عشاء هون. بدي اكلاتك معك، انا باخذ اكلاتي معك. ما حلو. لا لا بس هلا انا عملت دايت شي جمعتين. ايه؟ ضعفت ثلاث مرات قدام البيتزا، سبع مرات قدام الهامبرجر، وعشر مرات طبعا ضعفت ما قدرت اكلها. اسم الله عليك. معقول بتعملي اعطينا شي وصفه دايت للسياسيين بركي بخففوا اكل هوا علينا؟ هاتي لشوف. باس باس ما في ابدا. يعني يروقوا مثلا يقعدوا بالبريه يشوفوا هالطبيعه الحلوه، هذا دايت كمان. تامل. طب شو قصتك مع لون البينك؟ دايما بتلبسي بينك؟ جابرك شربل في اللون؟ لا لا لون معقولة. لا انا وصغيرة ما كنت اطلع الوان، كنت اطلع الات، يعني كنت اطلع بآلة اسمع لحن هيك، وقتها صار عمري 18 ما بعرف صرت شوف الوان يعني بينك. شفتي حكيم شي؟ بيربل. لا بس بالغلط بالغلط تعرفت على حدا بالابراج بيقرا بالابراج، قالت لي شو برجك الارنب او شيء لبسان او شيء هيك، فهيك بقى اخذت وعطيت. ثاني يوم عم بقرا شو لون المفضل لبرجي، طلع البينك. البيربل طلع بيجيب الحظ بيجيب الحياه. معناتها مو الارنب، النمر. النمر بانتر. فبيعطيني حياه. شو لونك المفضل؟ انا والله مثل ماي بحب البينك. عن جد؟ لا انا بحب هلا اغلب البنات بيحبوا البينك يعني بشكل عام. حلو. بتحب البيربل انت او البلو؟ خبرينا عن مدرستك مايا، سكول اوف ارتس، وقد ايه في مواهب صغيره بمختلف المجالات الفنيه لازم تضوي عليها برايك؟ الحمد لله صرنا مدارس، هلا صرنا كذا فرع بسور بالحزميه بجوني وبالجناح واونلاين كمان، في عنا كثير تلاميذ اونلاين من برا برات لبنان. بنعطي كل انواع الرقص من عمر 3 سنين وسنتين و10 اشهر اذا الولد تالنتد. يلا قريبا بنتي عندي يلا يعني. وانا فشخه حد ولل اذا بدك عندي تلميذه عمرها 70 تقريبا 75 ما شاء الله. بنجرب قد ما فينا نغطي كل انواع الرقص. يلا سته قريبا نجيبها لعندك العيله كلها. بنعلم بالي، جيمناستكس، هيب هوب، جاز، اورينتال، هلا اريال هوب، كل شيء جديد دائما بروح باخذ ورك شوبس بتخصص فيه برا لجرب انه لعالمنا بلبنان الصغير قد ما في هيك تالنت موجودين بين. حلو يا الله كثير حلو. ترقصي؟ انا يعني انا بلعب رياضه، انا خريجه كليه رياضه وكنت بلعب جمباز ايقاعي يعني. بس انا يعني كان حلمي يعني انه اتعلم شيء له علاقه باللاتين يعني. انا بحب الرقص يعني بس ولا مره ثاقبه تقدر تعلمت ولا شيء. يلا تعال خلص يلا هي كابل تعال عنا انا بنروح انا وياها بنعمل عندكم يلا يلا.
شو عم تحضري شيء جديد مايا هلا؟ عم حضر هلا لغنية جديدة بعد العيد إن شاء الله، ومش من زمان نزلت من شهر غنيتي كمان قلبي، رح سمعكم إياها الليلة. ودائما عندي تحضيرات على إن كان يوتيوب على السوشيال ميديا، إن كان بالسكولز حفلاتي، عندي بروجرام كتير حلو هلا للصيفية، سو تحضيرات عم بشتغل على كتير. برافو عليك. طيب إذا بدك